إذا إحنا لما رسمنا الكيرف هذا وتخلصنا من إيه؟ وتخلصنا من اللينث، صار عندي هون في علاقة ما بين H أمبيرز بير متر لمادة وبين B اللي هي ماجنتيك فلوكس دنسيتي إن تسلا لهاي المادة. هذا الكيرف لما رسمناه بهمني الجزء الرئيسي، هذا الجزء الرئيسي من هون، هذا الجزء من هون لهون. هذه النقطة مهمة لأن هاي بنسميها retentivity. retentivity شو معنى بالإنجليزي؟ to retain، يحافظ. هون المادة على فكرة حافظت على جزء من الماجنتيك فلوكس دنسي تبعها رغم إنه اتش قديش عند النقطة هاي؟ زيرو. فأنا حتى بعد ما عملت لها saturation وصلتها saturation ونزلتها، حتى لما نزلت اتش لهاي القيمة ظلت محافظة على قيمة معينة. إذا هاي النقطة اسمها retentivity، ووحدتها راح تكون بالتسلا لأنها جاية على هذا الأكسس، مظبوط؟ هلا حتى أجبرها إنها ترجع لزيرو، شو اضطريت أعمل؟ عكست هون اتش مش هيك، وصلت قيمة معينة لمين؟ لاتش ولا لبي؟ لاتش. بي عندها قديش صارت؟ زيرو. هاي النقطة بنسميها coercivity، اللي هي قيمة اتش اللي بحتاجها حتى ألغي أي retentivity موجودة. إذا هاي وحدتها راح تكون بالأمبيرز بير متر، لأن هي عبارة عن قيمة لاتش وهي قيمة ل بي. هدول مهمين، هذا بفرجيني قديش المادة رح تضلها محافظة على ماجنتيزم موجودة. بعض المحركات بيعتمد على هاي أو بيستفيد من هاي الفكرة، إنه أنا بعد ما مغلط المادة وأطفيها بضل في شوية ماجنتيزم، مرات بسموها ريمنت ماجنتيزم أو ريمينينج ماجنتيزم أو ريتنتيفيتي موجودة في المادة هاي. هذه خصيصا خصائص إيش؟ طول الكور أو عرضه؟ لا خصيصا من إيش؟ خصائص المادة. هاي خصيصة من خصائص المادة. فأنا باجي بقول المادة الفلانية مثلا كذا، بذكر اسمها، بقول إلها retentivity هالقد وإلها coercivity هالقد. هاي بتعتمد على المادة. إذا هذا الكوادرنت أو هذول النقطتين مهمين لأنهم هذه بتوصف لي الretentivity قديش بضل magnetism في المادة، قديش بضل magnetic flux density في المادة بعد ما أشيل H عنها، وهاي بتوصف لي قديش بدي أحط H معكوسة بحيث أنها تلغي هذا الضل اللي موجود هون. هذول اسمهم retentivity و coercivity. هذول نقطتين مهمات بالمادة المغناطيسية.